ونحن نحيي معكم اليوم عيد الشرطة الجزائرية. لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن أصدق وأخلص مشاعر الافتخار والاعتزاز بنساء ورجال هذا الجهاز العتيد الذين يطلعون كل يوم بمهامهم النبيلة في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، ويرسون قلاع السلم والأمان جنباً إلى جنب مع مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي وإياكم في هذا الموعد التاريخي والهام لنحيي معاً ذكرى تأسيس الشرطة الجزائرية. إن صون رسالة الشهداء بالإخلاص لعهدهم ستظل أمانة في أعناقنا، أوصانا بها الرعيل الأول من بناة هذا الوطن العزيز، وهو أمر يعمق فينا معاني الوفاء وحب الوطن بالوقوف كصف واحد تحت قيادة رشيدة أرست الأسس المتينة لبناء جزائر جديدة، مستلهمة تصورها من النبع النوفمبري الأصيل.